السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. سامحوني معناتها انا مشغول في الفتره هذه بالانتخابات مع الحزب الليبرالي التونسي اللي معناتها يتابعوا في الفيديوهات متاعي هوني ولا على القناه متاع الحزب. وحبيت نقول يعني راني هوني كي نتكلم انا على قناه ملحد تونسي تاع المدير ربكم ما عندها حتى علاقه بالحزب باش ما يمشيوش عباد يقولوا هاو كريم فهمت يعلم في الناس في السحر. السياسه وحدها والامور الاخرى والحادي ومحاوله معناتها نبين للناس حقيقه هذه الاكاذيب هذه حاجه اخرى باش تكون الامور واضحه. حبيت نقول لكم الامور هذه اللي هي يدعيوا انها غير طبيعيه بجميع انواعها فهمت، لو كانت نسبه 1 أو 10% صحيحه فهمت راهم او عندها معناتها قواعد علميه راهم استعملوها راهم تكلموا عليها. الشركات الان في الغرب في العالم تبحث على اي فكره على اي حاجه فهمت من اجل انها تربح الفلوس ومن اجل انها تطورها، بينما هذه الامور الكل ما يسمى بالاشياء الغيبيه وكلها تلقاها محدوده في جهات معينه كالمؤسسات الدينيه من اجل الضحك على العباد اللي عندهم عقولهم محدوده واللي يبحثوا على معناتها حلول غيبيه فهمت. يعني التحريك عن بعد وكل هذه الاكاذيب كيما حكايه الشمعه، لو ترجعوا للفيديو بتاعي اللي قبل هذه تلاحظوا انا وقت تكلمت قلت حاجه معناتها مهمه، وقت قلت على الصديقه بتاعي اللي كانت معايا وطفيت لها الشمعه قالت لي نجم ناخذ شمعه اخرى، قلت لها هي خذ تفضل. خذت شمعه اخرى من بعد حبت تزيد تاكد، قالت لي نجم ناخذ شمعه اخرى، قلت لها هي خذ تفضل خذ. من بعد قالت لي نجم نجرب انا، قلت لها هاو شمعه. علاش قلت لها هاو شمعه؟ لان الشمعه اللي اعطيتها لها ماهيش فيها حتى فهمت تريك، ما فيها حتى تزوير، ما فيها حتى حاجة فهمت. يعني أنا أعطيتها الشمعة، أنا شو عملت قبل؟ أنا الشمعات اللي هي دايرين بها الكل عملت لهم الطريقة باش نعرفها، على خاطر راهو المسألة متاع السحر وكل شيء، راهو العبد اللي يمارس السحر عبد ماهوش ذكي، عبد ذكي وعنده قوة الملاحظة وعنده تجربة. الإنسان على قد ما يمارس هذا، أنا وقت خدمت هذه الخدمة في المغرب مع الوقت اكتسبت تجربة كبيرة، نولي نعرف العبد شنو باش يقول، شنو باش يعمل، كيفاش باش يتصرف، فهمت؟ يعني ونحاول ديما نخرج من المأزق، ديما نحاول نخرج من المأزق، والمأزق اللي معناتها تجي للسحارة ولا من يدعي انهم عندهم قوة طبيعية وكل غير طبيعية وكل شيء، يعني المواقف تجي ياسر وديما يخرج منها. فهمت تلقاه مثلا تجي ساعات تسأله سؤال ولا تحب تورط ويقول لك لا 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 توا معناتها الوقت غير مناسب، توا الكواكب غير مناسبة، توا كذا توا كذا توا كذا، يعني يحاول باش يجيب لك أشياء باش يحاول يبعدك. إذا هما عباد خاطر يعرفوا يتعاملوا مع ناس ضعفاء، ضعفاء العقل وما عندهمش تجربة ويصدقوهم. وراهي نسبة الكبيرة نتاع العباد هذوما، يعني الأشخاص هذوما ديما يقولوا لي ما تقولش عباد ما تقولش عباد، احنا نقولوا عباد من الصغر نتاعنا فهمت، يعني مش سهل باش تنحي فكرة أو كلمة عودوك بها فهمت. يعني أنا ديما نحاول يعني عندي عشرات السنين ونحاول باش نحسن اللفظ نتاعي، خاطر اللفظ نتاعنا اللي علموهولنا واللي تعلمناه في الإسلام هو أسير أسير. هذاك علاش مرة كتبت مقال سميته حرروا اللغة العربية من أغلال الدين الإسلامي، وهذاك علاش نقول حرروا الكلام نتاعنا من الإسلام. راهو الإسلام معناتها حالة مرضية، وهذه نقولها ونعاودها باش ما نطولش عليكم فهمت. هذه الشمعة ناخذ شمعة فهمت، فما اللي قالوا لي تقص الخيط فهمت، راهو كان تقص الخيط المشكلة اللي الشمعة ما تطفاش، يعني وقت يوفى الخيط تطيح، وانا وقت شفتوا الفيديو اللي قبل الخيط بقى شادد في بلاصته وخرج دخان فهمت. المسألة بسيطة جدا مش منطولش عليكم، تاخذ شمعة عادية بيضة صفرة اللي تحب عليها أنت، وتنجم تعمل لها نقبة من هوني فهمت، أما ما تكونش بعيدة باش ما تقعدش ياسر أنت هنا، على حسب الطول فهمت، على حسب الطول بتاع الواحد باش توصل للفتيلة فهمت. هما قالوا لي عندها علاقة بالفتيلة، شيء طبيعي عندها علاقة بالفتيلة.
اختار اللي تحب عليه انت، ومن بعد تفنن راه انا باش نعلمكم الطريقه، ومن بعد انت تفنن وخدم مخك كيما نقولوا احنا، فهمت؟ تنجم حتى مثلا تحط نقبه هوني ونقبه هوني ونقبه هوني. ساعات انا مثلا نعمل على ياسر نقبات، يعني نقبه هوني ثقب هوني ثقب هوني ثقب هوني، فهمت؟ باش نجم نتحكم في الشعر. لكن احنا توا باش نوريك معناتها كيفاش نعملوها بطريقه بسيطه جدا باش تطفى الشمعه في ساعه باش ما نضيعوش الوقت. تجي تعمل ثقب هوني قرب الفتيله، شوف هاو معناتها باش تشوف قرب الفتيله، ثقب بسيط فهمت، لاصق الفتيله. من بعد تاخذ فهمت، نجيب الواحد بحذايا هوني، ناخذ شويه ماء، ماء عادي، ناخذ يا اما تاخذوا بزريقه والا تاخذوا بملعقه فهمت، انا ناخذوا بهذه فهمت، وتحطوا في الثقب هذا فهمت، شويه ماء تحطوا في الثقب به. توا الثقب هذاك فيه ماء، من بعد تجي تغطيه. تنجم تاخذ شمعة أخرى مثلا، نجي ناخذ شمعة أنا أخرى من هوني، هاي ناخذ شمعة أخرى فهمت، الشمعة هذه الأخرى نشعلها فهمت، شمعة نشعلها أوب. علاش نشعل الشمعة؟ حاجتي بكل لي برودوي هذاك نتاعها باش نغطي البلاصة. تي هاي ايش عاد هاي باش نغطي البلاصة نتاع الماء باش ما عادش تظهر، ما لازمهاش تكون كحلة باش ما يبانش. تغطيلو البلاصة نتاع الماء كليا، وتنجم تشعل الشمعة شوية باش نطفي هذي، من بعد نطفيها ونحضرها الشمعة. الشمعة توا حاضرة، عملت هنا الماء عملته قريب باش ما نضيعوش ياسر وقت. هاي شوفوا توا كيفاش الشخص وقت باش يشد الشمعة، هي توا البلاصة نتاع الماء تغطات شاحت، انت تحضر اربعة خمسة، لازم تكون ذكي فهمت، اربعة خمسة شمعات ستة شمعات باش كي يقول لك معناتها نجرب الحاجة هذه نعاود نجربها له بشمعة أخرى، كي يقول لك هو يجرب تعطيه شمعة ماهيش فيها هذاك الشيء. نحط توا الشمعة هكا فهمت، ونشعلوها ونبعدها قد ما نحب أنا، ولاحظوا الشمعة باش تعمل حس كي تعمل تك تك، أعرف راهي قربت للماء. هاني أنا توا باش نأثر عليها زعما من البعيد، معناتها نكذب ونبدا ونقول في حكايات فارغه، ونجم نعمل الديكور والداير بتاع البيت كامله على اساس انها معناتها بخور وجنون، ويعني تنجم تكذب. اسمعوا الشمعه، الشمعه نورمال عاديه، هاي كشفتها يعني انت وقت تولي وسيا باش تاثر وتبدا معناتها كل هذيك لعب لعب كله لعب ومسخره فهمت. انت كل ما تعمل تك عرفها راهي قربت، تعمل روحك انت زعما اثرت عليها. شوف راني ناثر عليها، اثر عليها باش تدفع، نبعث لها في قوه غيبيه، نبعث لها في قوه مغناطيسيه، نبعث لها في قوه مغناطيسيه، وهاني طفيتها وهي اخسر طلع الدخان وعادي امور عادي فهمت. يعني المساله بسيطه جدا فهمت، بسيطة جدا ما فيها حد شيء. هذايا معناتها كما قلت لكم في المجال، كما وريتكم المرة الأخرى متاع الواحد اللي يدور، يعني أمور فيزيك ما يسمى معناتها أمور كيميائية، أمور معناتها فيزيائية ما عندها حتى علاقة بالقوى الغيبية. راهو الغرب ادرس هذاك الشيء كله قبل ما ينطلق في الحضارة بتاعه فهمت، ادرس هذيك الأمور كلها وعرفها وفهمها وشافها بالكدا، وشاف معناتها هل هي فيها خداع او ما فيهاش خداع، وشافها هل هي فعليه ولا مش فعليه. اذا كل واحد يجي يقول لك فهمت راهو باش ياثر فهمت على حاجه، مثلا نجم باب فهمت، ثم طرق كثيره. انا ما نقعدش، انا علاش اخترت مساله الشمعه؟ خاطر الشمعه بحثت عليها في الانترنت ما فماش ف
فهمت؟ أما راهو فما مئات وآلاف. أنت وقت تجي تبحث على حاجة ديما في الإنترنت ولا في جوجل، ديما أبحث على ضدها. تو تلقى دراسات علمية، وهذوك ما اللي يجيبوهم لك يقول لك علماء وما علماء وعملوا دراسات وكل شيء، هذيك كلها كذب كذب. راهي فما تكوين في العقل، المخ الإنسان، فهمت؟ تكوين معناتها عادي. نحب نقول لكم حاجة هنا معناتها جلسة مهمة. الإنسان هذه معناتها قصة بسيطة، فهمت؟ الإنسان بصفة عامة وقت يبدا عنده حانوت ولا مغازة ويرجعوا له 20%، فهمت، من كيما نقولوا احنا الزباين نتاعو او الكليونات نتاعو، يتسمى معناتها نقولوا احنا حانوت مشهور. بينما الدومين، المجال نتاع السحر ونتاع الامور هذه الغيبية، فهمت، نسبة الرجوع نجم نقولوا 50%. علاش؟ على خاطر يعتمد على اي ولاد. توا انت تمشي لسحار ولا تمشي لاي واحد، فهمت شنو باش يقول لك؟ باش يقول لك تقول له انا راني عندي مشكله. هما ساعه يعرفوها المشاكل، وقت تمشي حتى مثلا في الانترنت تلقى، فهمت، عندك مشكله عاطفيه، مشكله ماديه، فهمت، معناتها يعني معروفين مشكله تاع خدمه، يعني المجالات معروفين للعباد وقتاش تلجا لهذه. انسان وقت عنده صاحبته عنده معها مشاكل، ولا يحب واحدة ولا هي تحب واحد، ولا طرد من الخدمة، ولا ما عندوش فلوس، ولا ما عندوش خدمة، يلجأ للطرق السهلة. فعود يحاول باش يلقى حلول فعلية وحقيقية، فهمت، يلتجأ للطرق السهلة، يلتجأ لهذه المجال المجالات يعني، وهذوم الصحارة اللي يستغلوه. هو باش يعطيك إجابة، أنت عندك مشكلة عاطفية ولا وحدك ولا أي حاجة، باش يعطيك إجابة نعم أم لا. يعني هنا 50% من العباد يمكن صحيح، 50% يمكن غلط، فهمت؟ وانت وقتها باش ترجع له باش تزيد تتكلم عليه باش تقول راهو هذاك عمل لي وعمل لي وعمل لي، وهو اللي عمل لك لحد شيء. انت كي تمشي عند واحد سحار ولا اي واحد يقول لك مثلا راهو باش نعمل لك حاجه باش تحل مشاكلك، فهمت؟ كان ما تحلتش مشاكلك شنو باش تقول؟ باش تسكت وتنسى وتلهي بحياتك، فهمت؟ وكان تحلت مشاكلك والله هذاك قال لي، وهذاك تنبأ بالغيب، وهذاك درا شنو، وهذاك عمل لي كتاب، وهذاك عمل لي درا شنو، وهي لا حد شيء، وتولي تحكي مع العباد. يعني انت تقول راه هذاك الشخص به وتولي تبعث له ناس، فهمت؟ اذا انت هوني كان يعني كيما نقولوا احنا صدقت معاك، فهمت، باش تجيب له 10 كليونات. كان ما صدقتش معاك باش تنسى، فهمت، كان طارت طارت طارت، كان واحد كلمك عليه راه قلت عليه هذاك كذاب. اذا هنا اللي حبيت نقول، وانا في الفيديو هذيا حبيت نعمل لكم ياسر امثله المره الجايه في الفيديو باش نوريكم كيفاش معناتها طريقه، فهمت، كيفاش تشد ذبانه ولا تشد خنفوسه ولا تشد اي حاجه، فهمت، تقتلها، فهمت، ومن بعد تعاود تحيها، تجي تقرا عليها تقرا عليها تقرا عليها تقرا عليها تقرا عليها تقرا عليها وتحيها. فما عرف انا ما نحبش هذه الطريقه، فركست عليها في الانترنت ما لقيتش، هذاك علاش نحب نعطيكم حاجات مش موجوده في الانترنت، اما الموجودين في الانترنت يس كلها امور كيميائيه. هذا فيما يخص، فهمت، فيما يخص المجال فهمت الكيميائي والفيزيائي والخداع وكل شيء، فهمت. المره الجايه باش نوريكم الطريقه هذيا، فهمت، نتاع انا قلت لكم الايامات هذه لاهي بالحكايه الانتخابات، هذاك علاش انا معناتها كيما وعدتكم ان باش نعطيكم الحل نتاع الشمعة، عطيتكم الحل نتاع الشمعة. اما اللي حبيت ناكد عليكم ما تصدقوش هذه الامور كلها، فهمت، اللي يقول لك دخل في حيط وخرج من حيط، كيما قلت لكم الباب فما طرق راهو، فما حاجات ما يتشافوش نجموا نستعملوهم، فما تاثيرات، فما مواد، فما مواد غازية ما تتشافش، ما تتشافش بالعين المجردة، لكن وقتها تمسك تحسها كأنها مستك، فهمت. امشي وادرسوا المسائل هذه، هذه المواد موجودة ساعات انت في الطبيعة ماشي على روحك عادي، فهمت، وتحس حاجة خاصة في الغابات، تحس حاجة مستك من تالي، ولا ساعات تبدا راقد تحس حاجة جات فوق الخطأ، احنا نسميوها معناتها يقول لك جن يركب عليك، ولا بو فقوس، ولا ما نعرفش عليه شو اسمه، فهمت، يعني ما نعرفش شنو الاسم اللي يسميوه به. المهم هذيك كلها غازات موجوده في الطبيعه، فهمت، هي ما تتشافش بالعين المجرده ولكن يعني عندها تاثيرات، فهمت، يعني كي تعدى عليك هكا تمسك انت تحس روحك كانه جني. يعني قبل العباد كانت تتخيل اشياء وتوقع اشياء،
فهمت، وتتصور اشياء وهي كلها ليس لها اي اساس من الصحه. انا في الحقيقه ما نحبش نطول ياسر 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 في الفيديو هذه، في الفيديوهات هذه والفيديوهات القادمه. انا باش نكمل هذه الفيديو باش نحكي على حاجات بسيطه، من بعد معناتها الفيديو القادم باش نحاول نوريكم حكايه الذبانه ونعطيكم الحل في نفس الوقت، فهمت؟ الذبانه خاطر ما لقيتش ذبانه، حبيت نعملها لكم اليوم. في هولندا ما فماش ذبان، لازمني نفركس لكم ذبانه من برا ولا خنفوسه من برا، حشرات معناتها مش ساهل باش تلقاهم، وتنجم تعملها حتى على حيوان كبير. وفهمت، وفما ياسر طرق المسائل هذه، كيما فما مثلا طرق اخرى انك عبد مثلا فهمت تخرجوا من مخه، فهمت، ولا تردوا مهبول. الكل هذه حاجات فما كيما ناكلوا سم نموتوا، فما حاجات انا ما نحبش نعطي الحلول باش العباد ما تتحولش للاجرام، خاطر هذه نجم نسميها انا مساله اجراميه. في بالك اللي فما حاجات تعطيهم العبد ياكلهم، فهمت، من الطبيعه يولي هلوس. فما حاجات كي تعطيهم له يفقد الذاكره وتضعف الذاكره عنده، كيما فما حاجات تردو يحلم، فهمت، وهذه الكل معناتها مواد جربوها من قبل، فهمت، كيما فما حاجات يوريك يردك تشوف حاجات اللي عمرك ما شفتهم، فهمت. هذوما كلهم امور تابعه كيما نقولوا احنا الكيمياوي، والكيمياوي معناتها في بدن الانسان وتاثير الانسان. احنا شنو مكونين؟ احنا مكونين من الطبيعه، من فين جينا؟ فهمت، فينا الحديد وفينا الرصاص وفينا الزنك وفينا الماء وفينا 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 وفينا، فهمت. كيما قلت لكم القمر تاثر على المد والجزر، تاثر الطبيعه تاثر على الطبيعه. هذه مسائل عاديه، مسائل عاديه. اذا انا حبيت معناتها ما نحبكمش تدخلوا وتضيعوا اوقاتكم في الحكايات هذه. انا الفيديو القادم باش نتكلم لكم على الذبانه ونوريكم الحل نتاعها، ومن بعد باش نحاول نتكلم لكم على حكايه ما يسمى الكتبان، فهمت، والسحور وكل شيء، ونحاول نخدموا هذوما الفيديوهات باش نقول لكم راهو كل ما هو جن وحكايه فارغه راهو ليس له اي اساس من الصحه، وراهو كله كذب في كذب، وراهو كله خداع. وفكر مليح بمخك، فهمت، تو تشوف ما فما حتى شيء من الحكايات هذيا، واللي كلها ايحاءات نفسيه، كيما طبيب نفساني ينومك مغناطيسيا. اش عمل؟ هو جاب الجنون نومك بيهم؟ ما جابش جنون، فهمت. فما طرق معينه، فما مواد معينه، فهمت، فما اشياء زاد ايحاءات نفسيه، كيما تمشي تجرب معناتها حاجه تقولها مثلا الواحد تخليه يقول حاجه اخرى، كما يعملوها توا في فما هذه معناتها في علم النفس. ادرسوا علم النفس، اقراوا كتب علم النفس لو تحبوا، فهمت، ولكن ما تصدقوش اللي هذه عندها علاقه بارواح وعندها علاقه بحكايات فارغه، فهمت، يعني ما عندها حتى علاقه بهذه الامور. وارجو اني معناتها مرة هذه ما كنتش طويل ياسر، يعني تقريبا 18 دقيقه، ونتمناو مع فيديو انا عملت هذه معناتها خاطر وعدتكم اللي نهار لحد نعطيكم الحل، وفي الحقيقه هاني عطيتكم الحل. المساله بسيطه كيفاش تطفي شمعه وتنجم تعمل 20,000 حاجه اخرى، كيما تكسر انبوبه ولا تكسر زجاج، وفما طرق اخرى كيما قلت لك، فما خيوط تستعمل خيوط، ولا مثلا بالنسبه للانبوبه تنجم تستعمل حاجه يعني الانبوبه تخليها تشعل 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 تشعل، وحاجه تقطر عليها ماء صغير، فهمت، قطرة ماء صغيرة، فهمت، الأنبوبة تترشق، فهمت. فما طرق تتحط في السقف هكا ولا في البلاصة باش الماء يضربها، والأنبوبة كي يضربها الماء السخون تترشق، شيء طبيعي. والعباد يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا معناتها من علم الغيب، لا علم الغيب لا علم البطيخ، فهمت. راهو الإنسان، فهمت، من أول التاريخ وهو يتمسخر على الإنسان اللي عقله صغير واللي عقله معناتها مازال طفولي، فهمت. اذا هذه حكايه الاديان وحكايه السحر وحكايه قوه غيبيه، والله باش يعطينا، والله باش يقدنا، والله باش يداوينا، والله باش يشافينا، هذه كلها حكايه فارغه، تدعي ولا ما تدعيش، فهمت، ما عندها حتى تضيع وقت وتضيعوا في حكايه معناتها كيما نقولوا تتاملوا بحاجات، فهمت، غير تصبروا في رواحكم. فعود عندكم مشكله تمشيوا تحلوها وتحلوا المشكله فعليا وواقعيا وحقيقيا، ولا تتعلقوا بالحكايات الفارغه وبالحب
وهذا حبني وهذه باش نحبها وهذه باش نهبلها وهذه باش نخرجها من مخها وهذه باش نقتلها. هذا كله حكايات فارغه. معناتها اللي يحبك لازم يحبك على حقيقتك، واللي تحبه لازمك تحبه انت زاد على حقيقتك، وتكون الامور معناتها فعليه واقعيه ملموسه ومحسوسه وتعامل بشري حضاري انساني. ومع فيديو قادم وبسلامه.